السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أدب للصف الثالث متوسط، عندي الشعر الملحمي. طبعا أنواع الشعر، أول مرة السؤال يقول لي ما أنواع الشعر، أقول له الشعر الوجداني، الشعر التمثيلي يعني المسرح، الشعر التعليمي، والشعر الملحمي. نجي عرف الملحمة، أقول له هي قصة بطولية شعرية طولية قد تصل إلى الألف آلاف الأبيات، وتحتوي على حوادث خارقة للعادة. هذا شنو؟ هذا تعريف الملحمة. وغالبا يعني نقول حد الخيال، هذا كله تعريف الملحمة، هذا كله نقول تعريف الملحمة. زين، السؤال الثاني شو يقول لي؟ بماذا يقص الشعر الملحمي؟ وماذا تروي الملحمة؟ يقص، أقول الجواب يقص حكايات يقص حكايات شعبية، يقص حكايات شعبية من الشعوب. يقول يقص حكايات شعب من الشعوب في بداية تاريخه. ماذا السؤال؟ ماذا يقص الشعر الملحمي؟ أقول له يقص حكايات شعب من الشعوب في بداية تاريخه. السؤال الأخير، كيف ينظم الشعر الملحمي؟ شو ينظم الشعر الملحمي؟ أقول له ينظم حكايات شعبية وخرافات والأغراق في الخيال. هذا شنو ينظم؟ الشعر الملحمي يعني، او ماذا هاي ماذا تتضمن؟ وشي ينظم؟ اسلوب قصصي. وشنو تتضمن الملحمه؟ اقول له حكايات شعبيه وخرافات والاغراق في الخيال. اوكي زين. هسه شنو بعد عندنا؟ السؤال يقول لك ماذا، او نقول ما سمات الشعر الملحمي؟ ما سمات الشعر الملحمي؟ أقول له أولاً لا يعبر فيه الشاعر عن نفسه كما في الشعر الوجداني. اثنين، يقدم الوقائع بأسلوب مثير للدهشة. ثلاثة، لا يظهر للشاعر اسم أو ضمير يعود عليه سوى قدرته الفنية. أربعة نقول له شنو بعد الأربعة؟ الملحمة تنتقل عبر الأجيال عن طريق المنشدين المتنقلين. وخمسة، كانت موضوعات الشعر الملحمي تتنوع بحسب الحوادث التي تلقاها الشاعر. هاي السمات. السؤال الأخير يقول لك كيف وصلت الملامح، كيف وصلت الملاحم القديمة إلينا؟ شلون وصلت؟ شو أقول له؟ الملحمة قديما، هعيني الملحمة، أقول له قديما تنتقل عبر الأجيال عن طريق المنشدين والمنشدين المتنقلين ورواة القصص والشعراء. هاي شون؟ هاي نقول شون وصلت الملاحم القديمة إلينا. السؤال الأخير يقول كيف كان المنشدون، شون كان المنشدون ورواة القصص والشعراء ينشدون الملاحم؟ شو أقول له؟ أقول له كانت الملاحم تقال أو ترتل على نغمة رتيبة، وأحيانا تغنى. زين، بما تغنى الملحمة؟ شلون تتغنى الملحمة؟ في الشعر الملحمي تتغنى الملحمة ببطولة أسطورية، وقد تتغنى بمعجزات تتصل بعقيدة الشعر. أوكي زين، شنو بعد عندنا؟ هنا عندنا سؤال يقول لك تعد ملحمة قلقامش، هنا
سؤال يقول لي الملحمات، نقول كيف تتنوع موضوعات الشعر الملحمي؟ شلون تتنوع موضوعات الشعر الملحمي؟ تتنوع موضوعات الشعر الملحمي بحسب الحوادث التي تلقاها الشعر. زين، ما أقدم الملاحم الشعرية؟ هي ملحمة قلقامش، وهي من أقدم الملاحم الشعرية في الأدب كلها حتى الوقت الحاضر. زين، ما موضوعات ملحمة قلقامش؟ أقول له موضوعاته حول فكرة الخلود وصراع الإنسان مع عوامل الطبيعة التي تهزمه حينا. زين، ما مغزى ملحمة قلقامش؟ شنو مغزاها؟ مغزى ملحمة قلقامش هو الإنسان يخلد بما يقوم بأعمال جليلة لأبناء جلدته. زين، هل توجد ملاحم أخرى قديمة غير ملحمة قلقامش؟ نعم، يا هي ملحمة الإلياذة أو الأوديسة للشاعر هوميريوس. زين، أي هسه شنو بعد عندنا؟ سؤال الأخ يقول لك هل عرف العرب الشعر الملحمي بنفس مستوى الشعر الملحمي الذي عرفه عند اليونان والرومان؟ أقول له لم يعرف الأدب العرب الملاحم بالمستوى الذي عرفه اليونان والرومان. زين، سؤال الأخ، بدأ الشعراء يكتبون الشعر الملحمي في العصر الحديث، شلون؟ أقول له الجواب نتيجة لاتصالهم بالآداب الأخرى.